هذا الامتحان للتعليم وليس للتقييم. واسمح لي اقول لك ان انا جاي بالساعه دهيت وهي اصلا مش شغاله، هي بايظه واقفه، ولكن انا جاي ليه؟ عشان احكي لكم ثلاث قصص حصلوا لي في ثالثه ثانوي، كل قصه في دقيقه نطلع منها عبره ونجري ونبدا حصتنا. ولكن بصراحه انا عايز اقول كلمتين عن الدعامه والحركه سريعا عشان بس الناس تتخيل احنا بنعمل ايه. الكلام دوت مهم، اسمعوا معايا. انا بصراحه ما بحبش اتكلم في الماضي الا علشان اتعلم منه، تمام؟ طيب الامتحان كان صعب ولا سهل؟ ما ينفعش يبقى سهل، ما ينفعش يبقى سهل. وفي نفس الوقت على فكره لما تعرف الغلطات اللي انت غلطت فيها هتلاقي ان انت قاعد عمال تخبط ايدك في دماغك، ويا لهوي ازاي وفاتتني صدمه، يا اتجرحت ازاي، عملت كده، انا غبي قوي، فاهميني؟ هي بتبقى تكات بسيطه جدا محتاجه ان انت يا اما تاخد بالك من معلومات يا اما اصلا طريقه تفكير. فلو انت جبت 0 من 50 يعني انت غلطت في 50 سؤال، معنى كده مش ان انت غلطت في 50 سؤال، انت اتعلمت 50 معلومة جديدة وعرفت 50 طريقة جديدة لحل الاسئله. انا عايزها تتحول لكده بقى. واسمح لي اقول لك ان انا جاي بالساعه دهيت وهي اصلا مش شغاله، هي بايظه واقفه، ولكن انا جاي ليه؟ عشان احكي لكم ثلاث قصص حصلوا لي في ثالثه ثانوي، كل قصه في دقيقه نطلع منها عبره ونجري ونبدا حصتنا. ديت اول جايزه اخدها في اول امتحان جيولوجيا وانا في ثالثه ثانوي، تمام؟ كنت جايب 60 من 60 في هذا الامتحان. الاستاذ خد الورقه بتاعتي، كنا بنمتحن بقى في ورق فلوس كاب واسئله مقاليه، كله اسئله مقاليه اصلا. خد الورقه بتاعتي وحطها على السبوره وبقى اقول لهم ايه، دوق يا ده الحلاوه، ده حمار انت وهو يا فقير، يلا ناقصين بال 20 درجه قد. وعمال بقى يمدح في الورقه، وانا يعني ايه، انا متعود من زمان ان انا بكتب كويس وخطي كويس ومش عارف ايه وبنظم الدنيا، شايف يا المقارنه بتتعمل ازاي وكل نقطه في حته ووجه المقارنه مكتوب في الجنب وفي رسومات وكل حاجه مرسومه ومش عارف وانا اساله مثلا عن الفوالق لقيته راسمها لي رغم ان انا مش عايز رسم حاجه كده، بقى عمال يمدح فيه. وخدت الساعه وخدت نفخه محترمه قعدت بيها لاخر السنه، ما قفلتش ولا امتحان جيولوجيا تاني والله بجد، حاجه قمه اللعبكه اللي في الدنيا يعني. ليه؟ لان انا اتغريت. طيب الموقف الثاني، امتحان الكيمياء، اول امتحان كيمياء على الباب الاول اللي هو العناصر الانتقاليه والحديد، كان الاستاذ كاتب عايز سؤال اكبر واصغر، وكاتب هنا مثلا عنصر وهنا عنصر وعايز عدد التاكسد تقريبا، فانا كتبت هنا موجب 3 وهنا موجب 2 وقمت جاي عامل كده. حمار ده، عيل عبيط، ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بعد ما شفتها يا استاذ والله العظيم ده انا كاتبها بالازرق يعني مش بالرصاص، انا كده اهو موجب 3 موجب 2. يقول لي ما انت الحمار. قلت له ربنا يسامحك بس ماشي حقك، اقول لك ايه يعني، ده سؤال كنت جايب 58 فغلطت كمان سؤال. السؤال الثاني كان بيقول ايه؟ انا ما اتذكر يعني عمري ما انسى السؤال اللي انا غلطت فيه. يعني شوف الامتحان دوت من 7 سنين تقريبا وفاكر السؤال، كان بيقول عدد الالكترونات علاقه ما بين العدد الذري وعدد الالكترونات المفرده في المجموعه الانتقاليه الاولى. طبعا احنا بنبدا بالسكنديوم صفر صح؟ بعد كده نزيد نزيد نزيد، عندك 5 هنا عند الايه؟ عند المنجنيز 25 تقريبا؟ وبعد كده تقل لحد ما توصل لايه؟ للصفر عند الزنك او الخرصين صح؟ انا ما نزلتهاش للصفر. قمت جاي عاملها كده. في ايه؟ المهم في كروم 6 مفرد؟ ازاي مفرد في البي؟ ما علينا، المهم يعني انا سبت الحته دي فعلمت الغلط بالاحمر كانت معموله على الحته دي. انت ما وصلتهاش للصفر ليه؟ وهنا كانت بدايه اول قلم اخده في العلاقات البيانيه. اللي هو العلاقات البيانيه زمايلي كلهم كانوا عاملين ازاي؟ اهي طردي ثم عكسي. وموصلينها للصفر، هم عاملينها اعتباطا، يعني هو يا استاذ ده هم بيترصوا فردي وبعد كده بيزدوجوا فالفرد بيقل فطردي ثم عكس، عملوها كده والله العظيم. انا كنت محدد وكاتب له هنا سكنديوم وهنا مش عارف ايه وكاتب ومظبط الدنيا بس ما وصلتهاش للصفر فخدت غلط. جايب 58 ما تكرمتش لان الاستاذ كان بيدي الاثنين الاوائل في كل مجموعه، فكان في مجموعتي العيال شطار، اكتشفت بعد كده ان نص المجموعه دخل طب معايا اصلا. كان والله بجد كان في ناس كتير جايبين 60 وجايبين 59 فدول اللي اتكرموا وانا جايب 58. واحد صاحبي بدون ذكر اسماء اسمه جمال مش انت، لا انت كنت جايب 59 تقريبا مش فاكر، بس في واحد صاحبنا برضه كان جايب 56 في مجموعه ثانيه واتكرم لانه كان الاول على المجموعه. طب ده مش عدل، انا جايب اكتر منه. بس ايه، طول السنه في الكيمياء كنت بنقص مثلا درجه، اقفل 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 درجه مش عارف ايه طول السنه. الفيزياء الموقف الثالث، استنى بس، الفيزياء بقى بوظت الدنيا خالص. الاستاذ بيوزع الورق بتاع اول امتحان على الكهربيه احمد الجهري،
23 ونص. يا لهوي يا انا 25 درجه ونص. ما هو خلي بالكم انا قلت لكم القصه دي قبل كده. اه 25 لو انا نقصت درجه ونص في كل ماده في نظام قديم، درجه ونص في سبعه، فانت بتتكلم في 10 درجات او اكتر، 10 درجات ونص. 10 درجات دولت معناها ان انت كده لو هتلحق طب ولا صيدله ولا اسنان ولا اي حاجه من الكليات الطبيه اصلا، مش لها اي حاجه، فدي مصيبه. فاكتشفت بعد كده مش 25 ايه 23 ونص من 30. يا لهوي من الصبح بقى فعلا انا دخلت خلاص ما مش مركز اصلا. انا دخلت عارف الورق الاصوات بتاعتهم هو بيفرق بقيه الورق في الباك جراوند، وانا قاعد بفكر مع نفسي ازاي احول تجاره او صنايع ولا. وبعدين بتسائل بقى وانا مش كنت بطلع الاول قبل كده، يعني كنت شاطر بيقولوا عليا شاطر، ايه اللي وصلني للحاله ديت؟ وبعدين بقى جه في بالي ان هو قال اسمي اول حاجه لان دي اقل درجه. اكتشفت بعد كده والحمد لله ان انا ما اكتشفتش وقتها، اكتشفت بعدين ان انا كنت الاول على المجموعه واللي جايب بعدي كان باشمهندس وكان جايب 14 من 30، دخل هندسه 14 من 30، وان انا تنين مجنح وايه الجمال دوت ودي درجه عاليه. بس صدقني انا ما عرفتش، وكنت كنت متضايق جدا. والدرجات اللي انا نقصتها ديت انا قعدت عكفت على الفيزياء. ليه بقى؟ اقول لك ليه. كان الالم دوت كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يديهولي بالامتحان يعني، لان انا كنت واخد في نفسي مقلب في الفيزياء ابن لذينة. المقاومات بتاعه التوالي والتوازي اللي العيال كانوا بيتضايقوا منها وازاي نطلعها والمقاومه الكليه وبتاع، انا كنت بحلها بصبع رجل الصغير. وبعدين يجيب لك عروسه مولد ويعملها مقاومات ويلا ديت مش عارف توالي مع دي توازي مش عارف ايه، عادي بالنسبه لي. والسلك التوصيل دوت بقوم جاي عم كان بالنسبه لي سهله جدا، فواخد في نفس مقلب اللي هو انا ايه انا كرشف زي فاهمني، ظبطت الدنيا. فكان لازم كده ضربه تقول لي احترم نفسك ونزل رجل من على رجل وذاكر الفيزياء كويس واعرف ان انت ما قفلتش العلم وان انت ممكن تغلط عادي خالص. بعد كده طول السنه الحمد لله درجاتي في الفيزياء عاليه جدا، والحمد لله امتحان الفيزياء 2016 كنت انا من ضمن ناس قليله جدا على مستوى مصر كنا مقفلين امتحان الفيزياء. مساله كيرشوف ومساله المحول ومساله بتاع الرسم بياني، كانوا ثلاث مسائل صعبين جدا يعني. فالقصد ايه بقى؟ ان الدرجات العاليه مش معناها ان انت تنين مجنح، معناها ان انت وفقت في هذا الامتحان وان انت كنت ماشي الى حد ما صح. ماشي صح ديت معناها ايه؟ معناها ان انت تكمل صح وتعلي، مش معناها ان انا ماشي صح ابلط في الخط. تمام. الدرجات القليله تتحول الى وقود في صدرك ان انت طب والله العظيم لاتحدى نفسي وهجيب اعلى من الدرجات دي. وخلي بالك الامتحان اللي بعده انا جبت 25 من 30، ما جبتش 30 من 30 مره، ما حدش جاب 30 اصلا، انا كنت جايب 29، ما حدش بيقفل الامتحان استاذ صلاح. المهم فانا ما استاذ صلاح اشرق قوي. ما علينا. الطلعه ديت ما جاتش مره واحده، بس انا خدتها بالتدريج. فبالله عليك بالله عليك في اي درجه من درجات الامتحانات والنظام الجديد غير النظام القديم خالص، سيبك من الكلام ده كله، يعني اي معلومه انا بقولها لك اضربها في 10 بالنسبه لك. اي حاجه فكره هي مضاعفه اضعاف اضعاف بالنسبه لكم. لو انا نقصت درجه انت مسموح لك تنقص بال 20 درجه عادي جدا. تمام. اخر حاجه بقى بالنسبه لامتحان الاحياء، الامتحان ده يا جماعه اسمعوا الجمله ديت عشان اختم بيها. هذا الامتحان للتعليم وليس للتقييم. هذا الامتحان للتعليم وليس للتقييم، يعني انا مش جاي عشان اقول لك انت شاطر او شاطر قوي او قليل او قليل. لا، انا عايز ال 50 فكره يتحولوا الى 50 او ال 50 سؤال يتحولوا الى 50 فكره و 50 معلومه و 50 طريقه للحل، وده اللي احنا كنا بنراعيه. هتلاقي ان انت غلطان مثلا سي 10 غلطات، ولو ان 10 غلطات ده انت كده ممتاز في الامتحان. هنفترض ان انت ناقص 10 غلطات، ال 10 غلطات دول في واحده منهم عشان ما ركزتش في كلمه هو كاتب لك ما عدا بس انت ما خدتش بالك منها، او كلمه فقط، او ان هو بيسال عن حاجه معينه، كلمه صغيره. في حاجات عشان انت فكرت بعمق بزياده قوي، بينما هو السؤال سطحي اساسا، وانا حاطط السؤال سطحي عشان تغلطوا فيه، حاطط السؤال سهل عشان تغلطوا فيه، متخيلين؟ وفي اسئله لا كنت محتاج ان انت تركز شويه لانه محتاج تربيط ثلاث اربع معلومات ببعض، فكل سؤال غلطان فيه غلطه غير اللي فاتت، فانت اتعلمت حاجه غير اللي فاتت. ده الغرض. لو عايزين امتحانات اطمنكم بيها ما عنديش مشكله، يعني نجيب امتحانات وانتوا تبقوا خارجين مبسوطين وانا مبسوط واحنا قاعدين مع بعض حاسين ان احنا اشطر ناس في الدنيا، وفي الاخر ناخد على قفانا في امتحان اخر السنه. انا ما بحبش المدرسه دي بصراحه، مع ان ليها مبدا يعني وكل واحد بيشتغل بطريقته، بس انا المبدا بتاعي الطالب ياخد على قفاه ويبقى عنده وجلده ينحس احسن من ان هو ايه يبقى احنا نقعد ندادي فيه طول السنه. صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنا الله، مشوار الطبي
مشوار الطب بدأنا خطاه.